عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم النهاردة. إحنا طبعا معاكم مشاهدينا كل يوم من السبت للأربع على الهواء مباشرة. طبعا شفنا مع بعض كلنا يوم الخميس احتفال مصر والعالم بافتتاح قناة السويس الجديدة، وكل الناس كانت فرحانة. ربنا يفرح قلوب كل المصريين ويحمي بلدنا يا رب ويحفظها. وطبعا من واحنا صغيرين بندرس ازاي قناة السويس وفرت على العالم مسافات بعد ما كانوا بيلفوا من طريق رأس الرجاء الصالح، وقناة جديدة طبعا هتوفر وقت اكتر وان شاء الله تبقى فتحة خير على مصر كلها. مبروك لكل المصريين افتتاح قناة السويس الجديدة، واحنا بكده رجعت لنا الثقة في الانجازات، ولازم كلنا نشتغل بجد علشان مصر تقوم وتبقى احسن. مشاهدينا احنا بعد الفاصل هنبدأ مع بعض فقرات حلقتنا النهاردة مع دكتورة مروة محمد رحاب استشاري الجلدية والليزر بعد الفاصل. مشاهدينا طبعا من اكتر المشاكل اللي بنعاني منها في فصل الصيف هي مشاكل البشره، وطبعا في مجال الجلديه كل يوم في جديد وكل يوم في تقنيه حديثه لعلاج مشاكل البشره، واللي من ضمنها طبعا الليزر. هنتكلم النهارده عن الليزر وعلاج مشاكل البشره مع ضيفتنا دكتوره مروه محمد رحاب استشاري الجلديه والعلاج بالليزر. اهلا وسهلا بيك يا دكتوره. اهلا بيك يا دعاء. احنا طبعا في الصيف عندنا مشاكل كتير، ده اكيد، غير الحر مشاكل الجلديه عندنا مشاكل الجلديه والشعر ده اكيد. هو النهارده انا يعني الليزر طبعا قتل بحثا في كل البرامج وفي كل الدنيا قتل بحثا كلام عنه، فاحنا هنتكلم على الليزر كجنرال، يعني حاجه عامه ايه هو الليزر وايه انواعه وايه الحاجات اللي احنا بنستخدمها فيها، حاجات سريعه جدا. وهقول لك بقى انا ايه اللي بسمعه غلط بره من صحابي او من عيانيني عن الليزر. تمام فيعني عشان تبقى الدنيا واضحه. طيب نبتدي بقى من البدايات خالص. الليزر ده من اسمه ده تقنية عالية جدا جدا جدا، عبارة عن ضوء مقوى، ضوء مش إشعاع، لأن في ناس تيجي تقولك إيه الليزر بيعمل كانسرز. لا يا جماعة، الليزر ده عبارة عن ضوء ليه خصائص معينة، مش أشعة، نان أيونايزنج، يعني مفيهاش تأيونات إنها تعمل أي مشاكل في الجلد أو تغير في شكل الخلايا. فموضوع نيجي يقولك إيه، لا أصل إحنا سمعنا إن الليزر بيعمل حاجات مش كويسة، أصل إحنا سمعنا الكلام ده يا جماعة مش مظبوط، لأن الليزر ده خصائصه ده ضوء. دي حاجة. الحاجة التانية الليزر ده تارجتينج، يعني ايه؟ يعني هو ليه هدف معين، احنا بنسميه القناص. يعني ايه؟ جم عملوا تجربة، احنا عندنا الليزر ده ليه اطوال موجية معينة، فاحنا عندنا كل لون، الوان الطيف مثلا الاحمر الازرق الاصفر، كل لون ليه لون موجي، طول موجي معين. احنا عندنا الليزر كده برضو، فجم عملوا تجربة بسيطة قوي، جبنا مجموعة بالونات الوان مختلفة، يعني اصفر ازرق احمر، تمام، وسلطنا شعاع ليزر ليه طول موجي معين بيقابل لون الازرق مثلا، فالبالونه الوحيده اللي فرقعت اللي لونها ازرق، نفس اللون. معنى كده ان الليزر ده تارجتنج، يعني ما ينفعش مثلا اجي اقول ايه، لا اصل انا رحت عملت عند الدكتور ليزر وبعدين الليزر ده كان ازاله شعر وحب شباب وبقعه، ما ينفعش كله في واحد. ليه؟ لان انا عندي كل حاجه ده تارجتنج، ما ينفعش اجي اقول ايه ده انا بعمل ازاله شعر بالليزر وفي نفس الجهاز عملت مثلا اوعيه دمويه او شعيرات دمويه، ما ينفعش، اصل انا عملت وحمه ومش عارفه ايه وانا في نفس الجلسه. لا، في حاجات بتبقى مشتركه او كومن، ممكن يكون في جهاز، يعني جهاز ليزر فيه نوعين ليزر مع بعض، انما ما ينفعش بنفس الماشين ان انا اشتغل حاجه واحده، عمر ما هتبقى الريزلت او النتيجه 100% مظبوطه. فعشان كده ناس تيجي تقول لك ايه ده انا رحت عند الدكتور وعملت جلسه واحده لقيت مش عارفه اعمل لي كذا لا الكلام ده مش مظبوط. لازم تبقى عارف نوع الليزر. في حاجه تانية بقى مهمه جدا، ليه احنا بنقول الليزر قناص؟ لان دلوقتي في اجهزه حاجه اسمها علاج ضوئي، دي منتشره ده غير الليزر، ده مش ليزر يا جماعه، بس احنا بنسميه ليزر، احنا مجازا احنا الدكاتره ما بنقولش عليه ليزر، الناس احنا بنقول عليه ضوئي، بس في ناس بتروج له او بتسوق له ان هو ليزر، بس ده مش ليزر. الضوئي ده اللي هو يعني انا مجموعه اطوال موجيه، تمام، بسلطها على الجلد فبتاثر على كذا حاجه في نفس الوقت، فمش تارجتنج،
يعني مثلا زي ما اجيب 100 يونت من حاجه اسلطها على بصيله الشعر، بصيله خدت ال 100 واحده، غير ما اخد ال 100 واحده او يعني اقسمها على 5 حاجات كل واحده تاخد 20 واحده، فانت ما خدتيش الافكاسي او القوه الكامله بتاعه الجلسه. عشان كده لما بنيجي نقول للناس انت بتعمل علاج ضوئي، يقول لي اقول له طب العشر جلسات من العلاج الضوئي ايكوال جلسه واحده ليزر. يعني جلسه واحده ليزر تساوي 10 من الضوء اللي انت عملته. فعشان كده بتيجي الناس تقول لك ايه ده انا عملت 20 جلسه ليزر 30 جلسه ليزر وما لقيتش نتيجه. ازاي 30 جلسه يعني انا اول حاجه ازاي يعني 30 جلسه ده عدد رهيب. مهول. احنا عندنا مثلا نقول مثلا يوم ما نقول حد طول قوي في الليزر 10 جلسات ده يعني انت طولت والموضوع باظ منك يعني. ف 30 جلسه ازاي 20 جلسه ازاي؟ نبدا نتكلم شويه نلاقي ان اللي هو بيتعمل اصلا ده ضوئي مش ليزر. فعشان كده دايما يعني انا بقول لك الحاجات او الكومنتات او التعليقات اللي انا بسمعها من الناس، فلازم نبقى عارفين ده ليزر ولا مش ليزر. تمام. الليزر تقنيه عاليه جدا، عباره عن طاقه حراريه عاليه جدا، لازم جهاز الليزر يكون معاه تبريد في نفس الوقت، لان في ناس تيجي تقول لي ايه ده كان الدكتور او كان المساعده بتحط تلج الاول وبعدين تجيب الجهاز تشتغل. لا ده يا جماعه مش ليزر، ده ضوئي. الليزر لازم بيطلع التبريد مع قوة الليزر في نفس الوقت في نفس اللحظة. ليه؟ لأن الليزر ده لو دخل على الجلد على طول لوحده هيعمل حروق، وهيعمل حروق جامدة جدا. فدي برضو عشان الناس اللي مش عارفة تفرق أو مش عارفة تسأل أو مش عارفة، ده أبسط حاجة احنا بنفرق بيها. إن لازم يكون بيطلع، لازم بيكون في تبريد عالي جدا معاهم في نفس اللحظه. ده بالنسبه ليزر ازاله الشعر. في انواع ليزر بقى اللي بنستخدمها في اثار حب الشباب، احنا بنبقى عايزين الهيت او عايزين الحراره بتاعه الليزر، بس طبعا مش درجه الحروق. لان دي بتشتغل على الكولاجين، انها بتنشط الكولاجين، فبتبقى درجه الحراره لا محتمله يعني مش اللي هي الدرجه العاليه جدا. فاحنا عشان كده بنقول للناس اتاكدوا او اعرفوا الاجهزه اللي بتشتغلوا بيها، اعرفوا الانواع اللي بتشتغلوا بيها. يعني ثقافه دلوقتي احنا كل البرامج على فكره معظم دكاتره وزمايلنا بيتكلموا عن الليزر. أيوة. بطريقه موسعه جدا. فلازم نبقى فاهمين احنا بنعمل ايه. هو في كل الاحوال بس بيبقى فيه وقع، يعني في لسعه كده ليه والله وكع. الموضوع احتمال الالم ده بيختلف من حد للتاني. بس دلوقتي الاجهزه الحديثه زي ما كنا بنتكلم قبل الحلقه، دلوقتي الأجهزة الحديثة فيها تقنية عالية جدا، بيهتموا بحاجتين، أحسن نتائج تمام وأقل أعراض جانبية، ومن ضمن الأعراض الجانبية الألم، إن أنت ما تحسيش بألم في الجلسة. يعني مثلا أجهزة إزالة الشعر يجي يقولك إيه اختاري لون البشرة، عندنا 6 درجات للبشرة، اختاري اللون اللي هو لون البشرة اللي قدامي، اختاري لون الشعراية، اختاري سمك الشعراية، اختاري كثافة الشعر في المنطقة دي. تمام. اختاري المساحة اللي انت عايزة تشتغلي عليها، يعني شوفي لدرجة ايه بحيث ان انت يعني تاخدي احسن نتيجة واقل اعراض جانبية واقل الم. يعني هو الجهاز اللي هيبقى محدد تقريبا، هو دلوقتي بيتجهوا في العالم كله ان انت بتشتغلي كل حاجة بالكمبيوتر، يعني بيقللوا العامل البشري. لان الليزر ده عارفة زي حاجة انت استخدمتيها كويس قوي جبتي احسن نتائج في الدنيا، لخبطتي لا النتائج ما بقتش موجودة. مظبوط. فعشان كده بدأوا كل الحاجات الجديدة أو الحاجات الفيرجنز الجديدة اللي نازلة من الليزر بتهتم بالموضوع ده قوي، فبدأوا أنهم يقللوا العامل البشري عشان يقللوا الأخطاء. بس طبعا لازم في دكتور بيحدد، يعني مش أي حد هيحدد لون البشرة، احنا عندنا 6 درجات. طب ممكن واحدة يكون عندها في جسمها لونين، زي مثلا الأماكن الحساسة تلاقي وشها فاتح والأماكن الحساسة غامقة، فأنت بتشتغلي على اللون الغامق مش على الفاتح. يعني في حاجات معينة لازم خبرة الدكتور برضو بتشتغل فيها. طب طيب معنا تليفونات. رحمة أهلا بيك. أهلا حبيبتي. أهلا يا حبيبتي اتفضلي. لو سمحتي أنا كنت عايزة أسأل الدكتور إن أنا عاملة حتى في دراعي كان مكسور وعملت عملية جراحية، بعد كده المنظر العام لكتفي مش حلو خالص، فكنت عايزة أسأل دي بيتعمل لها. عملتي عملية جراحية في كتفك؟ أفهمني؟ عملتي عملية جراحية فعندك آثار العملية؟ طيب يا حبيبتي طبعا الاماكن او اثار الجروح بتتحسن. ليه؟ لان انا فتحت الجلد، يعني حصل فتح وحصل خياطه. فاحنا في الحاله اللي زي بنشوف الخياطه دي هل كانت خياطه تجميليه، يعني متخيطه صح بحيث انها تبقى خط رفيع واحد، ولا حاجه مثلا شكلها مش كويس. لو حاجه شكلها مش كويس وينفع انها تتخيط تاني بنخيطها تاني بحيث ان يبقى شكلها تجميلي. لو هي لا شكلها من الاول كويس والخياطه بتاعتها كويسه بس شكل الجلد عامه مش مظبوط، بنعمل لها نوع من انواع الفراكشنال ليزر. ده بقى بيختلف برده، جينا نقطه الفراكشنال ليزر
يا جماعه مش كل اللي في السوق فراكشنال ده يعني حاجه ثابته، الفراكشنال ده اسم التقنيه اللي بيطلع بيها شعاع الليزر، ان شعاع الليزر مش بينزل كتله واحده، شعاع الليزر بينزل متجزأ فراكشنيتد. فتيجي مثلا هتقولي انا عملت فراكشنال ليزر، طيب اوكي ايه نوع الليزر برضو؟ يعني عندنا ثلاثه، في ليزر بيقشر، في ليزر بيعتمد على ان هو بيحفز الكولاجين، حتى ازاله الشعر دلوقتي بيعملوه منه فراكشنال عشان ما تحسيش بالالم. ففراكشنال ليزر ده التقنيه او شكل شعاع الليزر اللي نازل. في الحاله مثلا اللي معانا لا، دي هنشتغل عليها بنوعين ليزر، حاجه بتبني كولاجين عشان الجلد يتجدد، وفي نفس الوقت حاجه تعمل بيلينج او تقشير. وغالبا بنشتغل اللي هو بنى الجلد الاول، وفي اخر جلسه او اتنين بنعمل التقشير عشان يساوي الجلد كله ببعضه. احنا عندنا اسئله كتير النهارده على صفحتنا على الفيسبوك ليكي، للشعر وللجلد ولكل حاجه. في مثلا بيلا بتقول من اول ما الصيف دخل وشعري اتقصف جدا ودي مش طبيعته، اعمل ايه؟ هي محجبه ولا مش محجبه؟ مش قايله. مش قايله. مش قايله. هو عاده الشعر بيتقصف لما يكون متعرض للشمس من غير هو حجاب. بصي هو في الحالتين يعني لو متعرض للشمس يتقصف. طب وفي دلوقتي العاده اللي بنعملها يعني معظم المحجبات كتير قوي اللي هي تاخد شاور وتقوم جايه لفه كده شعرها وشعرها مبلول وخارجه بقى 7-8 ساعات بره، فشعرها يتقصف ويطلع فطريات ويطلع الكلام ده كله، فلازم تاخد نظام عنايه بالشعر. يعني لو انت مش محجبه لازم ليكي شامبو معين، تمام. وفي دلوقتي انواع من انواع الزيوت فيها سان سكرين للشعر، يعني فيها واقي شمس للشعر. دلوقتي دي حاجه جديده خالص، نوع من انواع الزيوت بيتباع في الصيدليات فيه واقي شمس للشعر، فده مهم جدا. لازم نهتم بشرب الميه بكميات كبيره جدا، تمام. لو هي محجبه تتاكد بقى لو هي شعرها ما فيهوش فطريات او قشره، لان دي طبعا بتعمل تقصيف. فلازم تعالج الفطريات والقشره وبعد كده نبدا نعالج التقصيف. طيب معانا حنان، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا حبيبتي، اتفضلي. اهلا وسهلا. انا بس كنت عايزه اسال الدكتور، بحييها طبعا. انا عندي عملت قبل كده يعني ازاله شعر بليزر في الوجه، بس للاسف مع اول جلسه كان عندي شامه كبيره والماده الصبغيه بتاعتها كمان يعني هي لونها اسود، وبعد جلسه الليزر بيومين لقيت ان الشامه فيها جزء كبير بيقع والمادة الصبغية اللي فيها لونها راح جزء منها كبير. بدأت أحط طبعا مرهم مضاد حيوي وكده، دلوقتي بدأت عملت قشرة والقشرة وقعت بس اللون فتح وكأني جزء منها كبير متاكل، فهل أعرف إن هي ممكن تبني تاني انت وترجع عاملة الجلسة دي بقالك قد إيه يا قمر؟ نعم؟ عاملة الجلسة بقالك قد إيه؟ يعني دلوقتي بقالي 15 يوم. 15 يوم؟ 15 يوم. هي طبعا بنت زي الانسجه بتاعتها بنت من تحت، بس هي لسه لونها فاتح وفي جزء منها لسه يعني متاكل. لا هي فانا بس هي ما تقلقيش، هي هترجع تاني، ما تقلقيش هي هترجع تاني، بس هترجع تاني وبنفس اللون، وهترجع تاني وبنفس اللون، بس هتاخد وقت. اما تيجي تكملي جلسات الليزر بتاعتك حاولي ان اللي بيشتغل يبعد عن المكان اللي فيه الشامه، يعني يبعد عن الشامة. اتأثرت بالليزر ليه؟ لأن الليزر إزالة الشعر بيقرأ الخلايا الصبغية اللي في الشعر، في الجلد بيبقى فيه خلايا صبغية، فواضح إن يعني اللي جه اشتغل فجه عمل لها الليزر على الشامة فقراها إن هي صبغة زيادة زي اللي في الشعر فشال جزء كبير منها. بس الشامات والوحمات دي بتبقى في طبقات عميقة جدا من الجلد، فليزر إزالة الشعر ما بيشيلهاش، ممكن يفتح لونها شوية إنما مش بتتشيل. لا دي عايزة لها نوع ليزر تاني، لو في حد مش يعني عنده مشكلة كده بنعمله حاجة اسمها الكيو سويتش ليزر، ده بيشيلها خالص وتتشيل. طيب رنا بتسأل على علاج لحبوب الشباب، لو في كريمات او ماسكات للبشرة الدهنية علاج حب الشباب. طبعا كل حالة بتختلف علاجها من حب الشباب. اول حاجة طبعا يعني لو عندنا حالة خفيفة بسيطة بنقول لها خدي غسول كويس لحب الشباب، في كريمات عشان حب الشباب، ابعدي عن الحاجات اللي فيها نسبة دهون عالية. يعني ما ينفعش واحدة عندها حب شباب ووشها دهني جدا تروح تستخدم لي كريم ليل وكريم نهار. ما ينفعش. في حاجات مخصوصة للبشرة الدهنية. انا اصلا بشتكي ان عندي زيادة في افراز الدهون وعندي حبوب، فاحط كريم
بيزود فطبيعي ان ده هيطلع لي حب شباب. فاول حاجه يعني هي طبعا لازم تروح لدكتور عشان يقيم الحاله بتاعتها. بس مبدئيا ابعدي عن الحاجات اللي بتزود حب الشباب. يعني مثلا بتستخدمي واقي شمس، لازم يكون حاجه خفيفه زي الفلويد او الايمالجن اللي هي الحاجات الخفيفه بتاعت حب الشباب. ابعدي عن الكريم خالص، ابعدي عن الحاجات اللي فيها كريمات، ابعدي عن الاكل اللي فيه نسبه دهون عاليه. واحنا طبعا دلوقتي في الصيف الدنيا جميله، الايس كريم والمقليات والمحمرات والقصص دي والشوكولاتات بالظبط كده، المفروض انها تقلل منها. مش هقولك تمنعها لان مفيش حد فينا بيقدر يمنع الحاجات دي، بس قللي على قد ما تقدر. ولازم طبعا تروح لطبيب يشوف لها الحاله بالظبط ويكتب لها العلاج المناسب لبشرتها. لسه عندنا كلام كتير واسئله كتير مشاهدينا في حلقتنا النهارده، لكن بعد الفاصل. رجعنا مرة تانية مشاهدينا، عندنا تليفونات كتير، عندنا أسئلة على الفيسبوك كتير جدا، لأنه طبعا موضوع البشرة والشعر مهم جدا، الصيف ومشاكل الصيف والليزر والمفاهيم الخاطئة عن الليزر. معانا حنان، أهلا بيكي. ألو مساء الخير. أيوة حبيبتي مساء النور. ممكن أكلم الدكتورة مرة؟ معاكي حبيبتي. أنا كنت عاملة شمعة في وشي، فبعدين بعديها ظهر اثار سمراء كده في قرطي من فوق. اثار حمراء بقالها قد ايه بقى؟ بقالها كتير، بتاع شهر كده تقريبا. شهر. طيب هو غالبا ممكن يكون الشمع ما اتحط على وشك كان سخن قوي، يعني فده بيعمل حاجه زي نوع من انواع الحروق. فانت محتاجه مجموعه كريمات اللي هي تعيد بناء الجلد. وفي ناس بعد الحروق، يعني بعد ما الحمار ده يروح، يا اما بيرجع لون الجلد طبيعي يا اما بيقلب فاتح او غامق. لو فتح لو قلب غامق لازم هتعمل ليزر عشان البقع مكان. طيب احنا عندنا برضو اسئله كتير. اميره بتسال على تساقط الشعر وان الشعر خفيف من قدام. روان نفس السؤال، عندها 20 سنه شعرها بيقع وخفيف جدا، بدا يخف من الجنبين. الدكتور قال لها عندك تساقط شعر وراسي. اسئله كتير جدا عن الشعر. طب احنا نقول كده باختصار، عن ان هو بيقع يعني. بالظبط، احنا نقول باختصار، نفترض بالنسبة للحالة اللي قالت اللي عندها تساقط شعر وراثي، نفترض ان احنا عندنا 10 عوامل بيأثروا على نمو الشعر. العامل الوراثي بيمثل 3 عوامل، يبقى فاضل لنا كام عامل؟ 7. السبعة دول ايه؟ الغذاء الصحي، معاملة الشعر بطريقة صحية كويسة، طريقه ان انا ازاي بلفه، ازاي بسرحه، ازاي بغسله، مفيش فيه فطريات، في قشره مفيهوش قشره، تمام، بغطيه، بعمله، كل الحاجات ديت عوامل اخرى غير العامل الوراثي. فاللي عندها تساقط شعر وراثي ده على فكره لو عالجناه هيتحسن 70%، ودي نسبه كويسه جدا، يعني مش شرط ان انا اوصل 100%. فانا دلوقتي عندي تساقط شعر وشعري بيقع جامد جدا، لازم اشوف ايه سبب تساقط الشعر. يعني مثلا حاله زي دي لازم اعمل صوره دم كامله، لازم اعمل نسبه الحديد اللي هي الايرون والفيريتين، لازم اشوف هرمونات الذكوره عندي لو اللي هي البيريود عندها منتظمه او مش منتظمه بتلخبط. في علاقه جامده جدا بين تساقط الشعر وبين الهرمونز، يعني تلاقي مثلا عيانه جايه تقول لك ايه ده انا شعري بيفضى من قدام وبيطلع لي شعر في وشي، في دقني او في صدري او في اي مكان، لا اماكن مش طبيعي يطلع فيها الشعر. دي ممكن يكون عندها هرمون ذكوره عالي او تكيسات على المبايض، فدي نبدا ان احنا نعالجها من الهرمونز. في اسباب كتيره جدا، في ناس لازم يعني نتابع معاها الفطريات زي ما قلنا كده، اللي انا بغسل شعري والفه فيبقى وسط حلو جدا للفطريات، والقشره ابص الاقي الشعر بيقع، ما ان انا عندي نسبه الهيموجلوبين كويسه. في الصيف المفروض نغسل شعرنا كم مره في الاسبوع؟ بصي يعني ان شاء الله اغسله كل يوم. عادي بالشامبو بس اهم حاجه الحاجه المناسبه لشعري، يعني بقى شعري مثلا جاف واغسله بحاجه للشعر الجاف، طب ما هو هينشف زياده. بقى شعري دهني واغسله حاجه للشعر الدهني. لا يعني بستخدم شامبو او حاجات مناسبه لشعري بحيث انها ما تاثرش علي. طيب معانا سحر، اهلا بيكي. الو. ايوه حبيبتي اتفضلي. عليكم. عليكم السلام. من فضلك كنت عايزه اعرف، انا كنت اعمل ليزر في وشي. تعملي ليزر لايه بقى؟ في وشي، كان عندي شعر في وشي في منطقه الدقن. ازاله شعر، تمام. وبعدين عملت كذا جلسه، وشي الحمد لله اتحسن، بس اخر جلسه كانت من حوالي شهر قبل العيد، دي حصل عندي
لقيت بقع بيضة في وشي عند ناحية بقي كده عاملة زي البهاء. بقع بيضة. تمام. من شهر. فرجعت للدكتورة كتبت لي على مرهم اسمه إيليدل. تمام. هو المرهم كويس كملي عليه؟ مفيش أي مشكلة؟ بحطه مرتين في اليوم وبرضه مفيش نتيجة. أنا هقولك على حاجة. ممكن يكون قوة الليزر اللي اشتغلت بيها كانت عالية شوية، فاحنا زي ما قلنا ممكن يكون حصل زي عرض جانبي من الليزر او زي حرق خفيف في عمل، يا اما لون فاتح يا اما لون غامق. انا طبعا ما شفتكيش ساعة الجلسة، فعشان انا يعني من كلامك بحلل الموضوع من كلامك. فلو لون فاتح ما تقلقيش، هو هيرجع لوحده خالص حتى لو ما استخدمتيش اي حاجة، بس هتاخدي وقت شوية. فلازم انت تبقي مهيئة نفسيا للموضوع ده، ان انا هاخد وقت مش اقل من 3 شهور. بس ده عادي يعني، ممكن يحصل لو قوة الليزر كانت عالية على المكان ده. عشان كده بقول لك دلوقتي الاجهزه الحديثه كلها بتشتغل بالكمبيوتر. زهره بتسال ان شعرها طويل وموج وغزير، يعني شعرها تقيل ما شاء الله. هي دلوقتي لسه داخله اولى ثانوي، مامتها بتسرح لها، نفسها في حاجه واحده، ان شعرها يبقى سهل التسريح، تقدر تسرحه لوحدها، علشان هي بتقعد تعيط بسبب شعرها. تعملوا بوتوكس بقى يا بوتوكس. وتخلي بالك يا اما بوتوكس يا اما تعمل البروتين والكيراتين والكولاجين، هما نفس الماده يا جماعه، هما واحد بالظبط، بس اختلاف مسميات. اللي بيفرق نسبه الفورمالدهايد، لكن البوتوكس ابعدي عن اي حاجه فيها فورمالدهايد خالص. يعني انت روحي قولي له انا عايزه اعمل بتاع الحوامل، يعني الاطفال والحوامل. والبوتوكس ده طبعا ماده طبيه آمنة، عبارة عن أمينو أسيدز أو أحماض آمنية متاخدة من نباتات، فما فيهوش الكلام ده خالص. أنا بقول ليه؟ لأن ممكن هي ما تعرفش تجيبه. فلو راحت لأي مركز تجميل تقول له أنا مش عايزة فرد، أنا عايزة حاجة تطري شعري بس. بيتر بتسأل على علاج الكلف. الكلف ده لازم نشوف السبب. أنت عارفة أنا دايماً متعودة مع عيانيني مش بعالج المشكلة قبل ما أعالج السبب، عشان على الأقل تفضل فترة طويلة على ما ترجع تاني. الكلف ده اسبابه كتير جدا، ممكن يكون حروق من الشمس، ممكن يكون لخبطه في الهرمونز، ممكن تكون هي بتاخد دواء بيعمل لها بقع، ممكن يكون عندها مشكله في الغده الدرقيه. نفترض ان ما عندهاش اي حاجه من الكلام ده، وهجالها مثلا مع حمله او حاجه وطلع وما راحش تاني. ابسط حاجه بنعملها ان احنا بنعملها الكيو سويتش ليزر. الكيو سويتش ده تقنيه عاليه جدا من الليزر، بتشتغل على الخلايا الصبغيه بتكسرها. وفي حاجه دلوقتي اسمها التفتيح بالكربون، ده بقى يعني عايزه اقول لك جميل جدا، عايزين لازم نبقى نجيبه ونعمله يعني لحد هنا في الحلقه الناس تشوفه. بندهن وش العينه بكريم لونه اسود عباره عن كربون اسود، سودة خالص. وبعدين نبدا نشتغل بالليزر، فالليزر بيشيل الصبغه مع الكربون، فبيعمل ريجوفينيشن اللي هو نضاره وتفتيح. ده احدث حاجه نازله خالص في تفتيح البشره. طيب وامن ده؟ امن جدا. لان انت بتحطي زي الكربون ده، انت بتحطي حاجه اللي هي اي طاقه زياده من الليزر بتمتصها، فبتحمي الجلد وبتحمي البشره. طيب اميره بتقول بنتها كان عندها اكزيما في ايديها تحت الكوع، وتعالجت وراحت، وبعد العلاج رجعت لها تاني واتنقلت عند دراعها من فوق. موضوع الاكزيما ده موضوع بايخ جدا، بس الحمد لله الحمد لله، يعني بشرة للناس، في علاج نازل دلوقتي جديد، حقن منزلها شركة أدوية، يعني شركة دي حاجة انترناشونال، مفروض أنها بتقلل أعراض الإكزيما بنسبة 90%. دول بس، هي طبعا سعرها أنت عارفة أي أدوية بتبقى العلاجات النهائية دي بيبقى سعرها عالي شوية، بس بتنهي الموضوع تماما. فدي ممكن بنعملها حاجة اسمها معامل حساسية في الدم، وبنديها الحقن دي بتختفي تماما الإكزيما من عندها. معانا نهى، أهلا بيكي. اهلا، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. اهلا بيكي. ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي. بس انا عندي حبوب في وشي، فروحت للدكتور قال لي اخد الدواء اللي هو فيه ايزوتريتانون. تمام. انا المفروض ان انا باخد جلسات ليزر لازاله الشعر، فانا ممكن اخد اكمل الجلسات دي مع الدواء ده ولا هتبقى فيه مشكله؟ انت بتاخديه بقالك قد ايه؟ انا لسه هبتدي، يعني انا لا لسه عادي مفيش مشكله خالص، وانا اصلا يعني اخدت جلستين من الليزر، فانا قلقانه اكمل. لا مفيش مشكله خالص. هو انت هتلاقي من ضمن الاعراض الجانبيه
يعني اللي مكتوبه هو ده اللي هي بتسال عليه، ان ممنوع انها تعمل اي ليزر او اي حاجه لانهم بيخافوا ان يحصل ندبات او حاجه. الكلام ده يعني احنا مش بنشوفه غير نادر جدا، وعادي كملي جلساتك عادي ما فيش اي مشكله خالص. الناس اللي بتمشي عليه الفترات تعدي الست شهور هي اللي ممكن نقلق منها، انما انت لسه هتبتديه وبتهيألي انت مش هتاخدي اكتر من 3 او 4 شهور فيه. فلا عادي خديه، ابتدي العلاج بتاعك وكملي جلسات الليزر بتاعتك عادي جدا. عايزين يا دكتورة منك كده في نهاية الفقرة بتاعتنا انه تدينا نصايح برضو في فترة الصيف عن الشعر والجلد. طبعا بالنسبة للجلد والشعر لازم اول حاجة المية 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 نشرب مية، لازم مية كتير جدا، ومش مية بقى اللي هو نسكافيه وشاي ومش لا، مية مية صريحة يعني. احنا بنقول 2 لتر في اليوم، ده عشان الجلد ما يعجزش، لان طبعا بيحصل نوع من انواع الديهايدريشن اللي هو يعني الحر مع الرطوبه بيخليكي تعرقي كتير، فالجسم بيفقد ميه كتير منه. تمام، ده رقم واحد. رقم اتنين، انتظام ساعات النوم. دلوقتي الهالات السمراء عايزه اقول لك عند نص المصريين هالات سمراء. ليه؟ لان بننام بنسهر كتير وايوه ونصحى بدري فلا الهالات السمراء ديت صعبه جدا، فلازم نهتم بمواعيد نومنا، لازم نشرب ميه كتير، لازم نهتم بالاكل. يعني ننام بدري ونصحى بدري ونشرب ميه كتير. بالظبط. وعلى فكره والله ده حاجه صحيه جدا طبعا. يعني موضوع السهر والكلام ده صحيح الدنيا حر وكل حاجه، بس ما يعني خلاص هو حاجه كده ان شاء الله شهر ويعدي. الفاكهه طبعا عندنا الفاكهه دلوقتي اللي موجوده كتير، البطيخ ده فيه انتي اوكسيدانت او مضادات الاكسده رائعه وهايله حلوه جدا للشعر والجلد. نهتم بالاكل الصحي، بلاش اكل التكاوي، الخضار والفاكهه دول مهمين جدا جدا. واقي الشمس، الناس اللي بتروح المصايف، الناس اللي طبعا كل الناس في المصايف، قلنا دلوقتي في انواع زيوت للشعر فيها واقي شمس، الناس اللي هي مش محجبه، الناس المحجبه ما اغسلش شعري والفه عشان الفطريات دي مهمه جدا. الناس اللي بتروح بسينات واقي الشمس ده مهم جدا 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 جدا، ونبعد عن الفتره اللي هي من 10 ل 4 الظهر. يعني دي نحاول نبعد فيها لان دي اعلى تركيز للاشعه الالترا فايلوت. دي كده نصايح عامه يعني نامل انها تفيد الناس. وبرده نصيحه للي بقى عايزين يروحوا يعملوا ليزر، لازم نتاكد الليزر اللي احنا هنعمله ده نوعه ايه. وعلى فكره دلوقتي كل حاجه موجوده على الانترنت، يعني انت لو دخلتي اعرفي اسم الجهاز او نوع الليزر اللي انت هتعملي عليه وخشي على الانترنت واعملي سيرش هتعرفي كل حاجه عنه. وهو امن ونسب نجاحه، الليزر امن جدا جدا، مفيش منه اي اعراض جانبيه تخافي منها، بس تختاري الجهاز وتختاري الدكتور اللي هتعملي معاه. تمام. لازم ندور على الاسباب قبل ما نعالج المشكله. لان نتيجه عيانه تقولي طب انا اعمل تحاليل ليه؟ ما انا عندي مشكله. طب ماشي، ما انا هحللك المشكله بس شهر او شهرين هترجع تاني، ما عملناش حاجه. طب فلا، لازم نهتم الاول بعلاج السبب ونمشي على العلاجات بتاعتنا مظبوطه. طب ناخد اخر تليفون معانا مستنينا. نهى، اهلا يا نهى. الو نهى، الخطا قطع، هي استنتنا شويه، معلش حبيبتي. مفيش مشكله. يعني اخر نصيحه زي ما قلنا الميه كتير، الخضار والفاكهه كتير، واحنا دلوقتي الخضار والفاكهه ما شاء الله حلوين جدا. واقي الشمس ده مهم جدا جدا جدا. الناس اللي بتعمل ليزر خلي بالك برضو في الصيف، يعني بره في اوروبا وفي امريكا تقريبا ما بيشتغلوش ليزر خالص في الصيف، في الشتاء بيحبوا في الشتاء عشان واقي الشمس. بس احنا هنا عندنا ما تيجي هنا تقولي طب انا هعمل ليزر، دلوقتي نسبه الامان عاليه جدا. الناس اللي بتخاف، لا، نسبه الامان مع اجهزه الليزر عاليه جدا جدا جدا. ممكن اعمل جلسه ليزر واخرج واحط واقي الشمس، ما فيش اي مشكله خالص. بس تهتم بقى بموضوع واقي الشمس وكده، الموضوع كله عايز اهتمام. فاحنا بنصلح حاجه يبقى لازم نحاول ان احنا نديها الاهتمام الكامل عشان ناخد احسن نتائج. بشكرك جدا يا دكتوره. ميرسي يا حبيبتي. واحنا مشاهدينا